هل أنت متأكد يا بني بأنك تستطيع أن تشفي الأميرة؟ إن شاء الله يا مولاي. أليس المطلوب أن تتكلم الأميرة؟ ولو كلمة واحدة. كلمة واحدة؟ المعنى في المبنى يا بني، فمن يتكلم كلمة لابد وأن تتبعها كلمات. وأنا أستأذن في محاورة الأميرة. وهل تعرف جزاءك إن فشلت؟ دعنا من هذه المخاطرة بالله عليك يا مخلص. لا عليك، أنا أعرف كيف أجبرها على الكلام. ماذا قررتما؟ أنا موافق يا مولاي، ولكن بشرط. تطلب شرطا؟ شرط بسيط يا مولاي. حسن، تكلم. أمهلني إلى الغد، وعندما أحاور الأميرة أرجو أن يلوذ الجميع بالصمت. لك هذا. قل لي أيها الشاب، هل أنتما غريبان عن هذا البلد؟ نعم يا مولاي، فنحن عابرا سبيل، وقد سمعنا بقصة الأميرة. أيها الوزير، أمر مولاي. هذان الشابان ضيفانا لهذه الليلة، جهز لهما مكانا لائقا في جناح الضيافة. لا أفهم لماذا وافقتك على هذا الأمر. تقصد الأميرة الصامتة؟ طبعا، وهل هناك أمر آخر؟ عندما غادرنا مدينتنا كنا نقصد التجارة، وهي لا تخلو من الأخطار والأهوال، أليس كذلك؟ أكيد، ولكن ليس لهذه الدرجة، فالخسارة هنا تعني خسارة الرأس وبملء إرادتك. قل لي، هل تشعر بالشفقة عليها؟ الأميرة؟ طبعا الأميرة. إن رمت الحقيقة، بلى، مسكينة تلك الأميرة، فتاة جميلة مثلها وعجزة على النطق، أمر مؤسف حقا. ما رأيك لو تصبح عروسك؟ عروسي؟ ما دخلي أنا؟ أنت ستجعلها تنطق من جديد بإذن الله. ماذا تقصد؟ اسمع، لقد قيل لنا بأنها تفعل ما تفعل ليتوافد عليها الشبان فتختار عريسها بنفسها. نعم، وأنا أكيد بأن هذا غير صحيح، فمثل هذا الأمر لا يحتاج إلى بقائها صامتة كل هذا الوقت، فهي أميرة ومن الطبيعي أن يتوافد عليها شبان المدينة دون هذه الحركة. هذا صحيح، صحيح. وقد قيل أيضا بأنها ربما تعاهدت مع من تحب، ولكنها تخشى أن لا يوافق والدها عليه. في هذه الحال قد تنجح خطتها. لا، فأبوها كما هو معروف عنه شديد الذكاء، قوي الملاحظة، واسع الحيلة، ولا تخفى عليه مثل هذه اللعبة السخيفة. عدا أن مثل هذا الأمر لو كان صحيحا لتقدم ذاك الشاب وانتهى الأمر دون الحاجة لقطع مزيد من الرؤوس. الآن بدأت تفهم ما أقصد. لم يبقى إلا التوقع الأخير، وفاة أمها، فقد اعتادت أن تسمع الحكاية منها في كل يوم. وما هو الحل برأيك؟ اسمعني جيدا. هيا يا بني، هيا واسمعنا ما عندك. كان يا مكان في سالف العصر والأوان في قديم الزمان.
كان هناك ثلاثة أصدقاء يعيشون في وفاق على السراء والضراء. أحدهم رسام ونحات ماهر، والثاني خياط وترزي ماهر، أما الثالث فكان رجل تقي ورع يعرف حدود الله وشغلته تاجر. كان الثلاثة على وفاق وفي أكثر أمورهم على اتفاق. لهم في الأسبوع يوم وليلة يخرجون به لظاهر المدينة بين أحضان الطبيعة، يتأملون في خلق الله وعجائب صنعته. يا سبحان الله، حتى أرخى الليل سدولا سائر عليهم في الهزيع الأول من الليل ذاك الرسام والنحات الفنان، ونام الاثنان. وبتأثير ضوء القمر حيث انعكس ظله وانكسر على بعض الشجر، كان هناك جذع شجرة أخذت عن بعد شكل امرأة، أو هكذا تخيل الفنان. فقام من فوره وأخذ عدته وأعمل في جذع الشجرة فنه. غدت أقرب للمرأة منها إلى جذع الشجرة، صح الخياط الترزي ليأخذ دوره في السهر، فنبهه الفنان إلى ما فعل بجذع الشجرة، وأعجبت الفكرة الخياط، وقرر أن يكسو الجذع رداء لم يصنع مثله في سالف الدهر، وتناول أدواته وقماشه فصل، ثم خاط لجذع الشجرة لباسا. فبدت للناظر في أبهى حلة تحتاج فقط لأن تنطق. ولما جاء الدور على الزاهد المتعبد لم يصدق ما رأى، وسبح الله وأثنى لتنوع خلقه. وطرأت عليه فكرة، فرفع يديه ودعا ربه بكل إخلاص وصدق نية، وتمنى على ربه أن يبعث فيها الحياة ويجعل من هذا الشيء امرأة حية، وهو القادر على كل شيء. هنا اختلف الأصدقاء الثلاثة في من يستحق هذه المرأة، فالفنان قد نحتها والخياط قد كساها، أما الزاهد المتعبد فقد دعا ربه أن يعيد خلقها. ترى من من الثلاثة يستحقها؟ الزاهد المتعبد من يستحقها. نعم، إنه الزاهد المتعبد. والآن فقد وجب رد الدين. كنت قد وعدت بتزويج ابنتي لمن يخلصها من بلواها ويغدو بذلك وليا لعهدي. أرجو عفوك يا مولاي. تكلم يا أحمد، هل لديك رأي آخر؟
بعد أن استعادت أميرتنا نطقها وعادت لحالتها الطبيعية، لا بأس أن نسألها رأيها بعريس قد لا تراه مناسبا لها، أو ماذا؟ لا يمكنني مخالفة والدي، وخاصة فيما وعد الإنقاذ. هل هذا هو السبب فقط؟ عليك بقول رأيك يا ابنتي، وها هو أحمد مستعد لسماعه مهما كان. الرأي رأيك يا والدي. أرجو عطفك يا مولاي، فالأمر واضح. إذن فقد انتهى الأمر أيها الوزير. أمر مولاي. عليك بتجهيز ما يلزم، ولتقم الأفراح منذ الغد بإذن الله. أمر مولاي. والآن يا صديقي أستودعك الله في الذهاب إلى أهلي، بعدما وفيت لك دينا كان يطوق عنقي. ماذا تقول يا مخلص؟ لي دين عليك؟ أي دين هذا الذي تتحدث عنه؟ اسمع يا أحمد، أنا ابن ذاك الميت الذي دفعت دينه 10 دنانير ذهبية وأخليت بينه وبين قبره وطوقت عنقي بذاك الدين. يا سبحان الله، الحسنة بعشرة أمثالها. والآن هل يأذن لي مولاي بالرحيل؟ رافقتك السلامة. وأرجو أن تذكر أيضا أن من لم يستطعم بذرات قليلة من الملح لا يستطعم بقنطار منه. دودة دودة خلصت لحد دودة. يا هل ترى حلوة ولا فتفوتة؟ حلوة. ايه يا أولاد، فهمتنا المغزى من هالحكاية ولا لا؟ فهمنا جدا. طيب لخصون للي فهمتوا. يلي ما بستطعم من ذرة ملح ما بستطعم من قنطار. وانت يا ريم؟ مو بس الملح، كل شي. عفرم عليكم، وهذا الكلام بينطبي على كل شي، الأكل والشرب واللبس وحتى الذوق بالتعامل مع الناس. واللي ما بيفهم من الإشارة غبي، واللي ما بيشوف من المنخل أعمى، واللي ما بيستطعم من قليله ما راح يستطعم من كتيره. وتصبح على خير.